عموما احنا وانتو رح نرجع مره جديده الى محافظه الرمثه وننتقل لزميلنا احمد ابو حماد. بنصبح عليك مره جديده. نعم رندا، صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدينا. بنصب عليكم مرة أخرى وعلى الهواء مباشرة. لا لا لا، مدينة الرمثة حاضنة التاريخ. لا لا، أنا بغار، أنا هيك بغار. شو هالقعدة هاي يا أحمد؟ يعني مدينة الرمثة بتمتاز بكرم أهلها أهلها وطيبهم وأصالتهم، وأصروا اليوم أنه رغم الأحوال الجوية الباردة أن نكون بهالطبيعة الجميلة حتى نورجيكم قديش مدينة الرمثة جميلة بأهلها وناسها وطبيعتها الرائعة. إحنا موجودين بمدينة الرمثة، تبعد تقريبا 18 كيلو عن مدينة إربد، هي تابعة لمدينة إربد، 85 كيلو عن محافظة العاصمة. بتمتاز بجبالها وتلالها المحيطة فينا الخضراء، بجمالها الطبيعي، بأرضها الزراعية الخصبة، تربتها الخضراء، وهي امتداد لسهل حوران. هذه المنطقة هي منطقة تجارية استثمارية صناعية، تمتاز أيضا بالنقل، يوجد فيها العديد من المعالم الأثرية والطبيعية والسياحية والعلاجية، وأيضا يوجد فيها العديد من المعالم المميزة. لحتى نتعرف أكثر على مدينة الرمثة راح يكون معنا الشيخ مخلص الضايع لحتى يعرفنا أكثر على هذه المدينة الجميلة. الله يصبحك بالخير. صباح الخير، حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم، الله يصبحكم بالخير جميع. بداية كل الشكر للتلفزيون الأردني وعطوفة مدير عام الإذاعة والتلفزيون الأردني وطاقم التصوير واللقاء في مدينة الرمثة من قبل التلفزيون الأردني. شكرا لكم لزيارة مدينة الرمثة والاطلاع على معالمها وعلى كل شيء يدور فيها من سلبيات وإيجابيات وما حولها، وحياكم الله جميع وأهلا وسهلا بكم، يا مرحب بكم. نعم عمي، حابين تعرفنا بالبدايه انه تحكي لنا عن مدينه الرمثه، تحكي لنا وين موجوده بالتحديد، تحكي لنا عن المدن المحيطه فيها وايضا عن المناطق اللي تابعه لمدينه الرمثه. اخي الكريم، طبعا مدينه الرمثه ولواءها يتبع الى مدينه الرمثه خمس قرى: البيضه، الطره، الشجره، عمراوه، اذنب. تقع في شمال المملكه الاردنيه الهاشميه، تجاورها من المنطقة الشمالية الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأقرب مدينة هي محافظة درعا بالجانب، ومن الغرب محافظة إربد تبعد 15 إلى 16 كيلومتر، ومن الشرق إلى الجنوب محافظة المفرق، وإلى الجنوب ما يقارب 40 كيلومتر محافظة جرش، ومن مدينة الرمثة إلى الشمال القرى المجاورة في المنظر اللي أمامكم سال وبشرة والمغير. ونحن الآن في منطقة الشلالة، منطقة الشلالة طبعا منذ القدم موجودة في مدينة الرمثة، وهي من أجمل المناطق السياحية في مدينة الرمثة من موقعها الجغرافي وتميزها في هذه المدينة. مدينة الرمثة بتمتاز يعني عن غيرها من المدن الأردنية بعاداتها وتقليدها وتراثها وموروثاتها التراثية، من أزياء شعبية، من أغانيها، من مأكولاتها، أيضا ملابسها الخاصة. تعرفنا أكثر على العادات والتقاليد اللي موجودة في مدينة الرمثة واللي بتتفرد عن باقي المدن الأردنية. أخي الكريم، بالنسبة لمدينة الرمثة، بداية نعتز نتشرف بكل محافظات ومدن المملكة الأردنية الهاشمية وكل من على تراب هذا الوطن. مدينة الرمثة يوجد فيها عادات وتقاليد كثيرة. مدينة الرمثة مدينة الرجال، وهي عبارة عن مصنع للرجال، وعبارة عن مكان لتجوال كل مغترب في مدينة الرمثة، ورجال الرمثة وشباب الرمثة يجولون العالم في كل منطقة ويحافظون على سمعتهم. وتتميز رجال وشيوخ وجهاء مدينة الرمثة واللواء بكل الكفاءات والتسامح والطيب والكرم والرجولة، وكل إنسان يوصل هذه المدينة يأخذ حقه، وتكون كل أهل المدينة فزع للغريب من أجل تحصيل حقه. وأرجو أن تكون هذه المدينة بألف خير كمدن باقي المملكة إن شاء الله. طيب نحكي شوي هيك عن الأخوة بيننا وبين درعا، لأنه هي منطقة حدودية، يوجد علاقة نسب وأرض مشتركة، وأيضا أنتم من الأوائل اللي استقبلوا اللاجئين السوريين في المدينة. نعم يا سيدي، مدينة الرمثة والجمهورية العربية السورية الشقيقة منذ القدم كانت هذه المنطقة عبارة عن سهل حوران، تمتد من منطقة الصريح إلى منطقة الشيخ مسكين، هذه منطقة سهل حوران. وبعد ترسيم الحدود
وتقسيم الحدود، أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، وأصبحت لحمة بين أهالي مدينة الرمثة وأهالي مدينة درعا والقرى المجاورة لها، وأصبح النسب والشراكة والتجارة بيننا وبينهم. ولكن في الآونة الأخيرة منذ اندلاع الحرب في سوريا أغلقت الحدود بيننا وبينهم مدة 7 سنوات. نتمنى من الله أن يفرج الله علينا وعليهم، وأن يزول الكرب عننا وعنهم، وأن يعيشوا بأمن وأمان كباقي الشعوب. نعم، شكرا لك وصباحك سعيد. صباح الخير، وشكرا لكم على زيارتكم لمدينة الرمثة ولقائكم في أحد وجهاء مدينة الرمثة، وكل الشكر نيابة عن كل أهل الرمثة وأهلي وأخوتي وشبابي، أنا صغير فيهم وخادمهم كلهم، نشكركم جميعا. طبعا مشاهدينا راح نكون الآن نصب على معزمنا رامع بدات، أيضا غلبناك اليوم معنا، الله يصبحك بالخير، وأيضا يعني خليت إنه الشباب راح نكون بعد قليل مع الفرقة، وأيضا نكون في مأكولات شعبية، حابين نصب عليك على الهواء مباشر. صباحك أستاذ أحمد ياميت، أهلا وسهلا فيكم في مدينة الرمثة، مدينة العز ومدينة الجود. بحب أصب عليك وبحب أصب على جميع المشاهدين، وبحب أصب على جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ويا ميت أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محافظة إربد وبالتحديد من لواء الرمثة، تعرفنا أكثر مع العم مخلص الضايع على مدينة الرمثة، تعرفنا على الكرم والطيب والجود والأصالة، تعرفنا أكثر على هذه المنطقة الرائعة والمميزة. بعد قليل راح نكون معكم بجانب خاص ومن الفلكلور الشعبي، وأيضا راح نتعرف على أهم المأكولات الشعبية المشهورة في مدينة الرمثة. بتمنى الكل يتابعنا ويتابع قافلة برنامج يوم جديد في إطلالتنا القادمة من مدينة الرمثة. صباحكم سعيد. نحن فعلا يعني غيرنا من هالأجواء اللي أنتم موجودين فيها يا أحمد، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله إحنا رح نضلنا بالانتظار ورح نراقبكم ونشوف وين رح تاخذونا بقافلتنا لهذا اليوم.